أيضا العون الطبي بعد الإحساس بالإسهال، يمكنك الاتصال بالطبيب إن دام الإسهال لأكثر من أسبوع واحد، أو إذا يعني أصبت بالجفاف، ومن أعراضه يعني فارط العطش وجفاف الفم وقلة التبويل أو انعدام التبول وشدة يعني في الألم والتعب والدوار والدوخة بشكل عام في الجسم كامل. اتصال بالطبيب عند الشعور بألم حاد في الباطن أو المستقيم، أو خروج براز مصحوب بالدم، أو ارتفاع الحرارة لأكثر من 37.95، أيضا درجة مئوية بشكل عام يعني، أو ظهور علامات الجفاف أو التجفف بشكل عام في الجسم، ظهور يعني أعراض البلغم عند تناول الكثير من السوائل. وأيضا من الضروري استشارة الطبيب مباشرة عندها الإحساس بهذه الأعراض. وأيضا من شأن يعني الطبيب أن يصف لك مضادات حيوية لتقليص مدة الإسهال الناتج عن البكتيريا أو الطفيليات، غير يعني أن المضادات الحيوية لا تصلح لجميع أنواع الإسهال البكتيري، وهي طبعا ليست فعالة في حال الإسهال الفيروسي الذي يعني يعتبر يعني أكثر أنواع الإسهال المعدي، وأيضا أكثر أنواع الإسهال المنتشر في العالم. ننصحكم أيضا بمراجعة الطبيب مباشرة عند الإحساس بالجفاف في المنطقة المستقيم. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.